تساؤلات كثيرة عن مصير تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا في ظل عدم إحراز أي تقدم ملموس بعد المفاوضات العديدة والاجتماعات التي دارت بينهما برعاية روسيا. فإلى أين وصل مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا؟ وكيف ردت تركيا على شروط بشار الأسد؟ شروط بشار الأسد التي يضعها على كل طاولة مفاوضات بين البلدين ويتمسك بها بشدة، وهي انسحاب تركيا من الأراضي السورية حتى يتم البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين، قوبلت برد صادم من قبل تركيا. فمدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون رد على تلك الشروط قائلاً إن الإصرار على انسحاب القوات التركية من سوريا في هذه المرحلة ليس له معنى، مؤكداً على أن وجود القوات التركية في سوريا ضمانة لسلامة أراضيها. وحول مسار تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا، فقال ألتون خلال مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي الصباح التركية إن أنقرة تواصل عملية الانخراط مع النظام السوري في شكل رباعي من دون شروط مسبقة وبحسن نية. وأوضح أن تحقيق نتائج ملموسة في استهداف الخارجين عن القانون هو أمر حتمي لإحراز تقدم في التعامل مع نظام بشار الأسد، فالنظام السوري عليه أن يتصرف بنفس الطريقة حتى يتم تحقيق تقدم حقيقي في تلك العملية وللحفاظ على سلامة أراضيه أيضاً. وعن أولويات تركيا الرئيسية في سوريا، فرأى مدير الاتصالات في الرئاسة التركية أن تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين وتنشيط العملية السياسية التي عرقلها النظام لا تزال من بين الأولويات الرئيسية لأنقرة في سوريا. واعتبر ألتون أن أي تطبيع بين النظام وأنقرة من شأنه أن يعيد تشكيل الأزمة السورية التي دامت أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى دعم بلاده الذي كان ضروريا في تلك الأزمة للحفاظ على المعارضة السورية المعتدلة بعد أن هزم الأسد معارضيه بمساعدة موسكو وطهران. وكان آخر اجتماع رباعي بين النظام وتركيا في 21 حزيران الماضي، حيث ضم نوابا من وزراء خارجية موسكو ودمشق وأنقرة وطهران. وجاء ذلك الاجتماع الرباعي بعد أن عقد آخر في موسكو في 10 أيار بمشاركة وزراء الخارجية من الدول الأربع، وذلك لبحث التقارب بين النظام السوري وتركيا. وسبق وكشفت صحيفة تركية أن أنقرة وضعت أمام النظام 4 شروط للسير في عملية التطبيع، وهي إنشاء دستور جديد وإجراء انتخابات عادلة تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية والتعاون المشترك في مكافحة قسد، وأخيراً عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم.